مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. شركة النفط تناقش تزويد مطار الريان الدولي باحتياجاته من الوقود. السلطة المحلية تسلم مشاريع تأهيل إنشاءات الأندية الرياضية بالمكلا. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية لأهالي منطقة بئر علي في شبوة. أهلا بكم. وصل إلى مدينة المكلا اليوم محافظ محافظة حضرمان قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني ووكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بعد زيارة عمل استغرقت نحو الشهر في المملكة العربية السعودية. تفقد أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان اليوم معسكر الحمراء بمعية عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الثانية. وخلال تفقده اطلع أركان المنطقة الثانية عبر البرنامج العام للدورات التنشيطية التي تعقد لقوات النخبة الحضرمية في معسكر الحمراء، حثنا الجنود المنخرطين في هذه الدورات إلى الثبات ورفع مستوى اليقظة والحس الأمني وعدم التهاون في أداء الواجب. إلى ذلك تفقد العميد ركن عويضان الخطوط الأمامية للجهة الغربية بمعية عدد من القادة العسكريين تعرفوا خلالها على جاهزية الوحدات القتالية في المعسكر لصد أي هجمات. دعا مدير شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري إلى الإسراع وتجهيز الخزان الخاص بوقود الطائرات في مطار الريان الدولي والتي تصل سعته الخزنية إلى أكثر من 500 ألف لتر من الوقود. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بالمكلا لمدراء عدد من الإدارات بالشركة لمناقشة استكمال التجهيزات لتزويد مطار الريان الدولي باحتياجاته من الوقود فور استئناف العمل فيه. وأكد العكبري أن الشركة تعمل منذ فترة على تحديث وصيانة الأنظمة الخاصة بتموين الطائرات، بالإضافة إلى تجهيز مختبر فحص الوقود في داخل المطار بالمعدات والأجهزة اللازمة. وتطرق الاجتماع إلى مستوى ما تم إنجازه من مشاريع وتجهيزات وأعمال صيانة الخاصة بالإعداد البدء في تزويد مطار الريان بالوقود المخصص للطائرات فور الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية. نظم فرع مؤسسة الكهرباء بمدينة الحامي دورة تدريبية في مجال السلامة المهنية لعدد من عمال فرع الحامي ومشاركة عمال فرع الشحر والديسي الشرقية، وتستمر هذه الدورة لمدة يومين يستفيد منها قرابة 48 متدرب، حيث تأتي تحت رعاية وإشراف إدارة التدريب والتأهيب المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت. وتحمل الدورة عنوان السلامة المهنية الثانية حيث يستفيد منها عمال الكهرباء بشكل عام. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون عددا من قاعات المختبرات العلمية الحديثة ومعامل الحاسوب وصالات الأنشطة اللاصفية في عدد من مدارس مديريتي الريدة وقصيعر والديسي الشرقية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. تدخلات نوعية حرصت قيادة مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت على إنشائها في مدارس مديريتي الريدة وقصيعر والديسة الشرقية، شملت عددا من قاعة المختبرات العلمية الحديثة ومعامل الحاسوب وصالات الأنشطة اللاصفية. تأتي هذه التدخلات بالمدارس انسياما وخطط التطوير والتحديث التي اقترحها قيادة التربية للإسهام في تطوير الأداء وتحسين الحصة الدراسية وربط الجانب النظري بالتطبيقات العملية في المختبرات. وخلال مراسيم الافتتاح شدد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت على ضرورة أن تقوم المناطق التوجيهية بالمديريات بمتابعة الأداء داخل الصفوف الدراسية وقاعات المختبرات وتقييم أداء المعلمين والمعلمات والرفع من معنوياتهم. ويبقى الهدف من هذه التدخلات النوعية التي حرص مكتب التربية على افتتاحها تطوير وتحديث وسائل التعليم للارتقاء بالحصة التدريسية وتعميق المادة العلمية وفهمها، إلى جانب تنفيذ التجارب العلمية وتطوير مهارات وقدرات الطلاب والتلاميذ في الاستخدام الأمثل لتقنية الحاسوب.
التقى مدير هيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير برئيس اللجنة التحضيرية لنقابة المهندسين بالمحافظة المهندس عمر مخير، وناقش اللقاء إمكانية المشاركة لمهندسي الهيئة في المؤتمر العام الثاني لتشكيل الهيئة الإدارية لنقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة. وأطلع بابحير أعضاء اللجنة على نشاط وأعمال الهيئة في النواحي الجيولوجية المتنوعة من دراسات ومسوحات جيولوجية واستكشافات معدنية والبحث عن المياه الجوفية وتقييم مواقع السدود وكذا تقييم المعادن والخامات المعدنية، بالإضافة إلى الترويج لها محليا وخارجيا. أقامت إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت ورشة عمل لوضع الخطوط العامة لخطة الإدارة وخطة التدريب للعام القادم برعاية من محافظ محافظة حضرموت. وتطرقت محاور الورشة في مجال التدريب إلى قطاع المهارات الإدارية والإدارات الوظيفية التي شملت برامج التطوير التنظيمي ومهارات التخطيط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، إلى جانب برامج تطوير إدارة السكرتارية وتطوير إدارة الواجبات الزكوية وبرنامج تطوير إدارة المعلومات والإحصاء والتطبيقات القانونية للسلطات المحلية. وفي مجال بحوث التنمية الإدارية ناقشت الورشة الدراسات والبحوث الإدارية وبناء مؤشرات قياس الأداء الإداري. وخرجت الورشة بإقرار المسودة النهائية لخطة عمل إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت للعام القادم. سلمت السلطة المحلية بمدينة المكلا بمعية مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة حسن مسجدي مواقع العمل بمشاريع إعادة تأهيل منشآت الأندية الرياضية بمدينة المكلا، حيث سلم مدير عام المكلا موقع العمل بمشروع إعادة تأهيل منشآت نادي شعب حضرموت الذي يشمل ترميم مبنى مقر النادي، وكذا تسليم مشروع إعادة تأهيل منشآت نادي التضامن الذي يشمل تعبيد ورصف مدخل بوابة المنشأة وإعادة تأهيل ملعب كرة السلة وبناء حمامات عامة، بالإضافة إلى تسليم مشروع منشآت نادي المكلا الذي يشمل إنشاء 7 محلات تجارية وبناء مكاتب وصالة رياضية وحمامات عامة. وبلغت الكلفة الإجمالية لمشاريع إعادة تأهيل منشآت الأندية والممولة من السلطة المحلية بالمكلا نحو 412,442 دولار. لقي طالب مصرعه وأصيب آخرون في حادث مروري تعرضت له أحد باصات نقل الطلاب للمدارس في منطقة الحرشيات شرق المكلا. وقالت مصادر محلية أن باصا يحمل على متنه نحو 26 طالب أعمارهم دون سن 8 انقلب في منطقة الحرشيات، مما أدى إلى وفاة طالب وإصابة عدد آخرين بإصابات بين المتوسطة والخفيفة. وأفادت المصادر أن أسباب وقوع هذه الحادثة جاءت إهمالا من السائق الذي أوقف الباص على منحدر خطيرة وأدى إلى هرولة الباص وانقلابه في المنحدر هذا. وناشد مواطنون الجهات بضرورة التشديد على إدارات المدارس في اختيار المركبات المناسبة والغير متهالكة في نقل الطلاب إلى مدارسهم. كرم رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن الدكتور عبد الناصر الوالي مدير عمليات مطار عدن الدولي النقيب مطلق الدغفلي، وجاء تكريم النقيب مطلق بتوجيهات من الرئيس الزبيدي نظرا للجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي يبذلها في نطاق عمله، وذلك في إطار نهج المجلس الانتقالي الجنوبي لتكريم الموظفين المثابرين والمتفانين في أداء وظائفهم. وفي شبوة أحيا أبناء شبوة صباح اليوم ذكرى أربعينية الشهيد سعيد تاجر القميشي في منطقة العرم بمديرية حبانة. وأقامت فعالية أربعينية الشهيد القميشي بحضور قائد اللواء الثاني في النخبة الشبوانية المقدم محمد سالم البوحر وعدد من القيادات العسكرية الجنوبية. هذا واستشهد القميشي برصاص القوات الموالية للشرعية والتي تسيطر على شبوة وتعمل على استهداف النشطاء الجنوبيين. الجدير بالذكر أن حضور المقدم البوحر يعد هو الأول في مديرية حبان عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة. وفي شبوة أيضا قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة بئر علي بمديرية رضومة، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة، حيث وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 150 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والأشد فقرا للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. من جانبهم عبر أهالي منطقة بئر علي عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة
قيادة وحكومة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي من شأنها أن تخفف عبء حياتهم اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دعوماتها الإنسانية والإغاثية عبر دراعها الإنساني الأحمر الإماراتي في مجال الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. احنا اليوم نقوم بتوزيع السلة الغذائية في هذه المنطقة، منطقة بير علي محافظة شبوة مدينة الرضوم بمواد إغاثية. ونشكرهم على الدعم هذا الذي قاموا به على مجال التربية والتعليم وعلى مجال الصيادين وعلى مجال الجمعيات الصيادية، ونشكر كل من دعم كل من ساهم في هذا التغذية السلة الغذائية، وشكرا إن شاء الله. نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على تقديم هذه المساعدات لأبناء منطقة بير علي التي تعاني من الفقر والبطالة، وتلك الأفعال التي تمدها الهلال الأحمر الإماراتي هي أفعال خير وأفعال سعادة، فالشعب محتاج لأيادي بيضاء تلوح في الأفق لكي ترسم ابتسامة تسعد بها الجميع. شكرا. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض وإياكم أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعربية. نشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. شركة النفط تناقش تجديد مطار الريان الدولي باحتياجاته من الوقود. السلطة المحلية تسلم مشاريع تأهيل منشآت الأندية الرياضية بالمكلا. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية لأهالي منطقة بئر علي في شبوة. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم في قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.